نشرة إخبارية مفصلة من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأها بأهم العناوين. ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى أكثر من 80 شخصا، والعراق يعلن الحداد. بعد اعتراف جو بايدن بما أسماها إبادة الأرمن، تركيا تستدعي السفير الأمريكي. إيران تكذب إعلام أسد حول استهداف ناقلة نفط تابعة لها قبالة بانياس. نجاة مراسل أورينت من محاولة اغتيال في مدينة الباب شرق حلب. الميليشيات الإيرانية تقتحم بلدة عيسان جنوب حلب وتقتل أطفالا وتحرق منازل فيها. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قضى أكثر من 80 شخصا وأصيب العشرات في مستشفى الخطيب المتخصص لعلاج مرضى كورونا في بغداد بعد اندلاع حريق ضخم، في حين أعلن العراق الحداد الوطني 3 أيام على أرواح الضحايا. وعلت صرخات الأهالي أمام مستشفى الخطيب في بغداد مطالبين بإنقاذ مرضاهم بعد انفجار أسطوانة الأكسجين واندلاع حريق ضخم في المشفى. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي العراقي أحمد فاضل من بغداد. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذه النشرة. ما هي تفاصيل هذه الحادثة وما آخر تطورات فيها أيضا؟ أهلا وسهلا. بداية أعزي عوائل الشهداء الذين قضوا في هذا الحريق الهائل وهذه المصيبة الكبيرة في محافظة بغداد جراء هذا الحريق الذي يعني التهب مستشفى الخطيب في منطقة جسر ديالة في بغداد. طبعا هنالك اليوم مطالبات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى داخل مجلس النواب بإقالة وزير الصحة نتيجة هذا الحادث الكبير الذي أدى حتى الآن إلى مقتل يعني 83 شخص وإصابة أكثر من 100 بهذا الحريق. هذه إحصائية هي ليست نهائية، ما زالت هنالك أو ما زال هنالك إحصاء في عدد الضحايا في مستشفى الخطيب. هنالك تحركات أيضا من قبل يعني الحكومة ممثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اجتمع بلجنة الأمن والدفاع وأيضا يعني الخدمات العامة لمتابعة ما جرى في هذا المستشفى، واستدعى كل من مدير المستشفى ومسؤول الصحة في يعني قاطع الرصافة الذي يتبع له هذا المستشفى وأيضا عدد من المسؤولين الآخرين للتحقيق ومعرفة ملابسات القضية وما سبب حدوث هذا الحادث. الحديث يأتي الآن عن وجود تقصير في يعني تقديم الخدمات الضرورية في هذا المستشفى، وأيضا ليست هنالك إجراءات وقاية كان من الممكن السيطرة على هذا الحريق في حال وجود مطافع حريق، لكن على ما يبدو أن هنالك إهمال جرى نتيجة الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة، هذا حسب أقوال بعض من الذين يعني عاصروا هذا الحادث والذين يتابعون أحوال المستشفيات
في بغداد وعدد نعم. من أستاذ أحمد، هل كان هذا الحادث هو الأول من نوعه في المشفى أم كان هنالك أيضا حوادث سابقة نتيجة الإهمال كما تحدثت؟ هو الإهمال طبعا عمل الكثير من مفاصل الحياة في العراق بشكل عام. هذا الحادث وحادث يذكرنا بحادث العبارة في مدينة الموصل الذي قضى فيه العشرات من العراقيين نتيجة الإهمال، وحوادث أخرى كثيرة نشبت عن حرائق ودائما ما تقيد بأنها تماس كهربائي، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اليوم بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع التماس الكهربائي وعدم ذكرها مرة أخرى في حال حدوث حرائق. هناك الكثير من الحوادث حصلت وتعود إلى التماس الكهربائي، يعني راح ضحيتها الكثير وأيضا راح ضحيتها الكثير من الجرحى والقتلى وأيضا أهجرت بسببها الكثير من الأموال. نعم، رحم الله الضحايا وشافى الجرحى، وتعازي أكيد لكل الشعب العراقي. الأستاذ أحمد فاضل الصحفي العراقي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. استدعت الخارجية التركية سفير الولايات المتحدة لديها بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف بلاده بالإبادة الأرمنية. من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها احترازيا ليومين متتاليين على خلفية إعلان جو بايدن تخوفا من حدوث مظاهرات أو احتجاجات. ضبطت القوات اللبنانية مصنعا سريا لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات في بعلبك. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في ناحية الشروانة دهمت منازل عدد من المطلوبين ومصنعا بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدرات الكبتاغون. كذبت وكالة تسليم الإيرانية إعلام نظام أسد الذي تحدث عن استهداف نقلة نفط إيرانية قبالة ميناء بانياس. وأضافت الوكالة أن سفينة بنمية تعرضت للحادثة قبالة ميناء بانياس مؤكدة عدم استهداف نقلتها. في حين ذكرت وكالة سانا التابعة لنظام أسد أنه تم إخماد حريق شب في نقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم من طائرة مسيرة أثناء وجودها قبالة سواحل البلاد. نجا مراسل أورينت خالد الحمصي من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية على طريق المقبرة في مدينة الباب شرق حلب. ويعمل خالد الحمصي على تغطية الأحداث في منطقتي تل أبيض ورأس العين التي سيطرت عليها الفصائل العسكرية شرق الفرات. وللحديث أكثر حول هذه الحادثة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل أورينت بالريف أو بالمناطق المحررة خالد الحمصي. أهلا بك خالد، هل تحدثت لنا أكثر عن محاولة الاغتيال التي تعرضت لها؟ يا السادة المتابعين جميعا، ومن منبركم أتشكر كافة الفعاليات والإخوة والأصدقاء والمقربين الذين اتصلوا وأرسلوا للإطمئنان على صحتي وأخبرهم أنني بصحة جيدة ولله الحمد. طبعا أنا متواجد حاليا في منطقة الباب شرق حلب. قبل نحو أسبوع قدمت للمنطقة للعمل لبعض التقارير الصحفية لتغطية بعض الفعاليات والنشاطات هنا. يوم أمس الحقيقة قبل الإفطار بحوالي 5 دقائق كنت متواجد قرب مشروع يسمى النهضة، يبعد عن مركز المدينة قرابة 2 كيلومتر. هنا على الطريق يتواجد مقبرتين، أثناء دخولي باتجاه الطريق المؤدي لمدينة الباب قام أو حاول شخصان يستقلان دراجات نارية بإطلاق الرصاص من سلاح مسدس باتجاه السيارة التي أستقلها بشكل مباشر وهي سيارتي الخاصة طبعا. نفدت بإعجوبة يعني وطريقة أو الحالة التي وقعت بها من ارتباك وهلع ساعدتني أيضا في
الخروج من هذا المأزق الذي كان قد يودي حقيقة في حياتي، والمنطقة ذاتها أيضا تعرض فيما سبق لاغتيال الإعلامي حسين خطاب في ذات المنطقة. طبعا المنطقة يعني رغم التشديد الأمني الكثيف داخل المدينة من قبل قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، إلا أن التسيب والخلل الأمني لا يخلى على الأطراف المتاخمة لمدينة الباب. نعم، الحمد لله على سلامتك خالد، لكن هل عرف من هم الأشخاص أو تم تحقيق بالموضوع ما فعلته أيضا الجهات العسكرية أو المختصة بهذا الموضوع في ريف حلب؟ نعم، حقيقة بعد الحادثة على الفور أنا توجهت إلى مقر قيادة الشرطة العسكرية في مدينة الباب وقمت بتقديم البلاغ اللازم وتنظيم الضبط، وقامت دورية على الفور إلقاء النظر على المكان للبحث عن إنه كان هناك كاميرات قد ترصد حركة الداخلين إلى النقطة التي حصلت فيها الحادثة. ما تزال التحقيقات جارية، قبل ساعات يعني أيضا قام الشرطة العسكرية بالاتصال بي وأخذ بعض الدلائل والحقائق، كوني أنا يعني قدمت بعض التفاصيل عن الأشخاص الذين يعني كانوا يحاولون استهداف سيارتي. ما تزال هذه التحقيقات جارية، لا جديد حولها، الأشخاص ما زالوا كالعادة مجهولين، يعني أنا لست الشخص الأول الذي يستهدف من قبل هؤلاء المجهولين، دائما لا نعرف يعني الحقيقة من هم أو ما هي تبعيتهم أو ما هي أهدافهم، يعني الأمور ما زالت قيد التحقيق من قبل جهاز الشرطة العسكرية والشرطة المدنية. نعم، نتمنى لك السلامة دائما خالد، ورحمة لأرواح كل الصحفيين والإعلاميين العاملين في المناطق المحررة الذين تعرضوا لعمليات اغتيال في الآونة الأخيرة ومنذ بداية عملهم الصحفي. خالد الحمصي مراسل أورينت نيوز من ريف حلب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. اقتحمت الميليشيات الإيرانية قرية جنوب حلب وقتلت أطفالا وأحرقت منازل على خلفية هجوم شنه مجهولون على مقرها في بلدة الوضيحي أسفر عن مقتل عدد من عناصرها. وذكرت مصادر محلية أن عناصر مجهولين أطلقوا قذيفة RPG على مقر الميليشيات الإيرانية في البلدة، ما أدى إلى مقتل عنصرين للميليشيات وإصابة قيادي، لترد الميليشيات باقتحام قرية عيسان جنوب حلب ما أسفر عن مقتل طفلين وإحراق عدد من المنازل. وصلت أسراب الجراد إلى عدة مناطق في سوريا لتصل إلى العاصمة دمشق في حادثة لم تشهدها المنطقة منذ 25 عاما. وذكرت مصادر محلية أن الجراد وصل إلى النبك ويبرود والقطيفة ودوما وحتى مدينة دمشق. ويذكر أن سوريا لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.